حنا نطالبوا هذا وزير الداخليه يدير معنا مناظره ويشرح للعام والخاص باش يفهم قضيه الحسبه دي، واش هو المطالب اللي قدمناها واش ما قدمتش. حنا من قلنا المطالب قلنا انشاء اطار تنظيمي يمثل منتسبي سلك الحسبه حتى يكون منير لطرح انشغالات مختلفه. قلنا وضع اطار قانوني يسمح بتثمين معاشات اعوان الحرس بادي بما فيهم ارامل الشهداء وذوي الحقوق حتى يضمن لهم العيش الكريم نظير تضحياتهم الجسيمه في اطار محافظه على الوطن. قلنا تعميم الاستفاده من منحه العطل والعجز لجميع اصلاح العام الحرس بادي لان طبيعه العمل في سلك الحرس البلدي ونظرا لخطورتها فانها تسبب اضرار جسديه ونفسيه عاجلا ام اجلا، اضافه الى الامراض مهنيه مختلفه مسبب لها نقترح نسبه العطل تكون 100%. حنا دروك على مستوى الولايات راه كان واحد القرارات كل ولايه تلقى غير ما بغيها تفوت. تمشي مثلا متحف منحه العطل في ولايه البيض تلقى اخر عون يتحصل ماهوش كاع مريض يتحصل 5000 دينار، تمشي ولايه تلمسان 100000، تمشي ولايه اضرار تيميمون ما عندهمش كاع ما مستعرفينش بهم كاع قلهم كاع ما كانش. وكان كيمشيو صندوق الدمج الاجتماعي يقول لك انا ما جاتنيش مراسله. طبعا حنا ما فهمناش الى ان في دروس قانون وعداله وقول دوله جديده تشوف حقوق الحرس البلدي.